السلام عليكم. انا وقالي متنشير نتكلم لكم على الندوة اليوم، جلسه كانت عندنا هون في الامم المتحده عن حقوق الانسان. تكلموا فيها عندنا البانيل، عندنا جلسه فيها قبضوا منا في الصحراويين ومعنا دول ثانيه. تكلمنا عن حق هاي الناس اللي هي عن القام، شنو هي اهميه القام، شنو هي اهميه نظافه المناطق المحرره. تكلمنا عن الناس اللي طرقت بها القام في المناطق المحرره، شيء مات وشيء بقى معوض. تكلمنا عن حقوقها، كانوا يعوضوها، كانوا يعطوا تحسيس عن اهميه خطوره القام في المناطق. تكلمنا عن هذه السحاب الجات والفيضان العام الماضي والعام السابق، عنها نطرة الألقام اللي كانوا تحت التراب وجارتهم وظهرهم وعادوا يهدوا السكان ويهدوا الحي.